لكن خلاص هم قرروا ان هم يخرجوا عن سكوتهم ويقولوا ايه اللي حصل بالظبط وتفاصيل الواقعه. زي ما حضرتكم عارفين الواقعه حصلت في الاونه الاخيره، يعني تفاصيل الواقعه عباره عن يعني شجار حصل، فيديو انتشر في الفتره الاخيره عباره عن شجار، الشجار دوت هنعرف ايه تفاصيله وايه اللي حصل بالظبط. 15 يوم بكره هننزل جسد، هننسى موضوعها بكره، وبنشكر القضاء المصري وان شاء الله يتم اخلاص سبيلها غدا باذن الله. عايزة اعرف من حضرتك، انتي كنتي دايما ساكتة ومش عايزة تتكلمي، اكيد فاض بيكي ان بنتك محبوسة وكده. كنت عايزة بنتي تعيش عشان خاطر الطفلة ده، ونشهد النائب العام استسمحه باسترقافه يا اخي، والنبي عليك بنتي تطلع، لان بنتي تعبانه والصغيره تعبانه عندها نزله معويه، يعني كمان عندها نزله معويه جوه والصغيره، ولا عارفه اودي دي للدكتور ودي بوديها للدكتور لان مفيش لبن. انا بلاشتك يا سياده الرئيس يا سياده النائب العام، يا اخي اتوسل اليك ربنا يرضيك في دنيتك، بنتي تطلع علشان خاطر الطفله الصغيره المريضه وبنتي الكبيره تطلع، يعني بلاش بتوصل اليه ربنا يرضيك في اولادك. انتوا كنتوا الاول رافضين التصوير وفي يعني اشاعات كتير اتقالت وانتوا مش عايزين تردوا على نفسكم ليه؟ مش عايزين نصور علشان مش كنا عايزين نوسع الموضوع. احنا مش كنا عايزين نوسع الموضوع، كنا عايزين نلم. طب دلوقتي في ناس كتير بتدافع عن نداء، تقولي لهم ايه وتقولي لهم والله ده ايه؟ والله نداء بنت منهار عندها انهيار عصبي، عندها انهيار عصبي. يعني قولي لي مثلا ايه اللي حصل؟ عندها انهيار عصبي. طب قولي لي الكواليس، انا عارفه ان نداء كمان اتضربت وكده، حضرتك قولي بقى على لسانك، يعني انا ما اعرفش. والله بصي انت كنت في الواقعه بنفسك وبتحوشي، وقولي لي ايه اللي حصل؟ هي منهار عصبيه. البنت تعالي فين؟ البنت حضرتك كنت بتحوشي واحنا شفناكي، يعني قولي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط؟ انا كنت بحوش سبب الواقعه، بس بنتي مش كانت في حاله، يعني في حاله نفسيه. هو اصلا الخناقه كانت على ايه؟ الخناقه كانت على ايه اصلا؟ يعني هي تعبانه مثلا، هي خلاف ما هي وحماتها مع بعض، يعني خلافات. ما حضرتك راح تحوشي ما بينهم مثلا؟ يعني راح ارضهم على بعض. يعني بنتك كانت عندك اليوم دوت وحضرتك رحتي معاها. حصل تصالح جوه في الاسم ولا ايه؟ لا مفيش تصالح. عايزه اعرف من حضرتك يا ام نداء، الفيديو اللي احنا شفناه، الفيديو اللي احنا شفناه بقى قولي لي الكواليس بتاعته، الحاجه كانت بتقول لك ايه الحاجه حنان وانتي حشتي بنتك، طب بنتك ليه ضربتها؟ تفاصيل الواقعه بشكل عام، يعني كان لفظه مش كويس يا جلاله البنت، وبنتي اصلا مش في حاله طبيعيه، عندها انهيار عصبي وتاني هي مسحوره، يعني سحر مع انهيار عصبي. يعني الحاجه حنان الاول شتمت في بنتك بقى من الغزو كده، طب انهارت عصبيا. طب انا عايزه اعرف، انا بقول لها ضربت حماتك ليه زي والدتك؟ قالت لي والله يا ماما ما ضربتها ولا اتطت. يعني هي اصلا بعد الواقعه مش فاكره. انتشر على السوشيال ميديا حوار 350 وكده، ومين اللي كان بيصرف على نداء؟ مين اللي بيديها المصروف؟ حماتها. حماتها مش الاستاذ علي؟ يعني هي الشهر اللي كانت بتديها المصروف. ولو تعبت مين يصرف عليها؟ مين كده؟ مدام مرهقه مش تحملوا عليها اكتر من كده. عشان الطفله الصغيره دي حطيت دواء يا جماعه. دي طفله، دي طفله، دي بنتها، دي بنتها. دي بنتها. طب عايزه اعرف من حضرتك، يعني انت يعني تفاصيل حضرتك، يعني تتمني، هل كنت تتوقعي ان نداء يحصل ليها كل ده؟ لا، وانا كنت اتوقع ده كله. ده جوه في الرسمه حاجه، يعني ربنا يعلم بها، والله ما بنام الليل. انت حضرتك شفتيها صح؟ ما شفتهاش اللي بجد دلوقتي، ما شفتش بنتي. اخر حاجه قالتها لي كانت ايه؟ بنتي تروح للدكتور، بنتي تروح للدكتور، بنتي تعبانه بترجع، اللي بتاخده بترجعه. انا سمعت يعني والدها بيقول لها هتموت جوه من كتر الزعل والحزن. من الزعل وانهيار عصبي وضغط نفسي وكل دي فوق راسي. تقولي ايه للحاجة حنان اللي هي حبست بنتك؟ اقول لها تدعي على بنتك؟ تاخدي بنتك؟ طب في نسعى للصلح يا حاجه؟ هنسعى للسؤال ان شاء الله. والله اللي في الخير يقدمه ربنا. طب الاستاذ علي مش طمن على بنته لحد دلوقتي ولا شافها ولا حاجه خالص؟ لا محدش سال عليه. سالش على بنته؟ ما سالش على بنته اللي هي 4 شهور اللي هي الصغيره دي، ولا حاول ان هو يصلح ولا اي حاجه؟ يعني هو سايبين كل المحامي صح كده؟ ايوه. طب بقى اللي بيتعامل في كل حاجه يا استاذ علي ما بيتدخلش حتى السؤال على بنته. دور الناس بس يا منى، عشان في كلام يا منى دايما بيقول ان هم عايزينها تتنازل، بس عايز اعرف من حضرتك. مشكور. طب عايزه اخد كلمتين من حضرتك. ان شاء الله. راي حضرتك ايه في، عايزه اعرف ان المشاكل اللي عادت بتنتشر على السوشيال ميديا وبتعمل المشاكل دي؟ موضوع احمد رمضان، هم عضو مجلس احمد رمضان الجيران يا فندم. طب حاضر ماشي خلاص. لما يسعى للصلح بينهم، رفعوا الفيديو على التواصل الاجتماعي، دي كان اكبر خطا. انت عندك في البلد عتاوله، ويقدروا يجيبوا حق اي حد. صح.
هي البنت غلطت. استاذنك تقعد وهنكمل حديثنا. عايزه اعرف من حضرتك يا فندم اصلا الفيديو ده سببه ان هو انتشر علشان يعني اي مشكله عائليه لو ما كانتش على السوشيال ميديا كان هيبقى سهل جدا ان احنا نحلها. وزير الموضوع هو اصلا اتصل على التصرفات بتاعت الفيديو. نشر الفيديو من الاول. تنشر الفيديو ليه؟ انت يعني بعد عن حاجه. مفيش حد من كبار البلد حاول ان هو يراجع استاذ علي لانه حابس مراته. احنا عندنا في البلد عتاوله. ولو ليك حاج في عين الجمل احنا هنجيبه. نشرية بقت حديث كل المحافظات حاليا يعني. لو ليك حاج هنجيبه لك من عين الجمل بقى عتاوله. وعند ناس محترمه وبعدين انت غلطان انت غلطان غلط في حاج البلد كلها انت بتنشر الفيديو ليه؟ انت مين عشان تنشر فيديو زي كده؟ كان هيجيلك حاجه جوه يا باشا بتموت في السجن جوه ربنا يخلي المامور راجل محترم الزوجه اللي هي نداء ايوه نداء بتموت جوه في السجن مامورنا راجل محترم مقعدها مع الزوجه متعاطفين معاها البنت بتموت جوه في السجن حضرتك استاذ احمد امها بتقول هي عندها انهيار عصبي انا يا باشا ابن بلد وليس حضرتك تقرب لها ايه حاجه؟ تقرب لها ايه؟ انا ابن بلد وناس خلصوا احنا عايزين الصح ان احنا نجري في الصح والصواب مش واقفين في طرف حد عايزين نصلح بين الطرفين ناس محترمه وناس ناس محترمه تمام انت كان حلك حاجه واحده انت مراتك ضربت حماتك او مراتك ضربت ام والدتك انت في ناس في البلد كبار كبار اه ويعرف عليهم اه واحد زي الحاج عبد المتاج راجل بيحل مشاكل الناس وراجل معروف انت خد الفيديو واطلع على كبارات البلد والله حصل مع والدتي 1 2 3 نعمل قعده عرفيه ونعمل قعده هتطلع بدون قشاي انا لو في مجلس عرفي وشفت الفيديو لا ما فيش حاجه خالص انما تروح تشاهد على موقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا والبلد كلها تعرف والدنيا تنقلب عشان بنت بلاها زي كده عندها 20 سنه اللي عملت كده اخت كبيره عشان واحده زي ديت عندها 20 سنه بص لنفسك ليه؟ خد الفيديو واطلع على مامور المركز خد الفيديو واطلع على رئيس المباحث يعني ازاي؟ فاهم ازاي بس؟ خد الفيديو واطلع على رئيس المباحث قول يا باشا والله حصل مع والدته 1 2 3 الراجل هيقابلك ويجيب لك حاجه ثالث ومثالث انما انت ورطت الدنيا ورطت بهدلت البلد كلها البلد كلها لها حاج عندك على فكره انت ايه اللي انت عملته ده اصلا؟ ايه انت كده بعد ما كان ليك حق حضرتك يا باشا انا في حموات شايفه الذل ومفيش حد عارف عنها حاجه في حموات شايفه الذل ومحدش يعرف عنها حاجه انت بهدلت الدنيا كلها حاجه حنان قالت كلمه كله بيتكلم قالت ان احنا انت رايح حضرتك اللي هو كان يرجع لكبارات البلد ايوه كبارات البلد كل بلد وقع كبير اه طبعا انت اتصرفت كده ازاي اصلا؟ انا مش خصم انا مش خصم انت داخل تحل الموضوع ايوه من مش لو مش هحل كمان انا مش خصم الحاجه حنان كويسه وابنها كويس والناس ناس محترمين انت ازاي تمسك فيديو زي ده وتشهر بمحافظه كامله اصلا ده الناس كلها لها حاج عندك انت مين اصلا عشان تعمل كده انت مين عشان تعمل كده اصلا لو ليك حاج في عين الحوت هنجيبهولك كان من الاول البلد فيها كبارات فيها ناس محترمه واحنا عندنا بلدنا مطلعه وزراء قبل كده احنا عندنا بلدنا مطلعه وزراء وفيها وزراء لحد الوقت انت ازاي وصلت لمرحله زي كده اصلا؟ بتروح يا عم المامور المركز ولا بس واحد بتاع المركز يا عم هيجيب لك حاجه كتير تمتلك ايه اللي انت عملته ده؟ لعبه في حج مركز جنبه كله طبعا فيديو ايه وسكت ايه؟ فضحت نفسك وفضحت العالم كله وفضحت بلدك وفضحت الدنيا كلها ان شاء الله ربنا يحفظك يا فندم ان شاء الله واحنا عايزين الصلح بينهم وربنا يوفق احنا مش كارهين والله لا اكيد طبعا ان شاء الله ربنا يكرم عشان خاطر حتى الطفله الصغيره الحاج حنان ست كويسه وعلى ابنها كويس والناس ناس محترمين فاحنا اللي مزعلنا كله موضوع الفيديو بس بما انك انت من اهل المكان شايف ان العيلتين ناس محترمه العيلتين ناس محترمه خالص ان كان عيلة ابو زيد ولا عيلة الحاج حنان عيلة معلقة ناس محترمه جدا طب يا فندم دلوقتي احنا سمعنا متابعينا زي ما حضراتكم تابعتوا معانا النهارده كنت معاكم سلمى فضار من داخل محافظه الشرقيه بوري حضراتكم الاهل اللي هم اهل نداء اللي كانوا خرجوا عن صمتهم وكشفوا لنا حقيقه الواقع